مشاهدينا الكرام، والتقينا بعائلة كريمة في البرنامج وبرنامج قفشات. نقول السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. الاسم بالخير؟ أحمد. أبو شاب الوردي، متزوج ما متزوج؟ أبو شاب. كم شال عندك؟ واحد. وين؟ هذا أوراس. شو اسمه؟ أوراس. أوراس، شلونك أوراس؟ أوراس عصبي ما يتحاكى، لأنه أعتقد ما مشتري إلا مو صعدي بالألعاب. لا هو رجال. أبو أوراس. وين أم أوراس؟ شلونك أختي العزيزة؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ على والله. الأخت؟ نور. أهلا وسهلا. نوال. أهلا وسهلا بكم. برنامجنا قفشات، إذا عندكم مشاركة أو عندي لغز إن شاء الله تحلو، بكي صنوا سباعين يعني مضبوطين. طرقت الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني قالت إسماعيل صبرا، قلت إسماعيل صبري. حل هذا اللغة شنو؟ كنت عيدة يعني؟ طرقت الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني قالت إسماعيل صبرا، قلت إسماعيل صبري. الهاتف؟ الهاتف. أم أوراش دولي؟ هاتف. أبو أوراس؟ ما أعرف. زين أبو أوراس، طقنا بيت من الشعر، مو مشاركة، هو لغز طبعا صعب. واحد يعني واحد ما يحضر له بهاللحظة بأنه واحد الجواب. إيه؟ يجينا بكنا بودية. يلا أبو ليه. إي يقول له ماصخ وبشفي ملحتك، تلح ما تلح ما تهمني، ملحتك يا عنقود العنب لظن، ملحك ما أجيك طحت بين يدي. والله حلو عاشده، ويسلم هالبؤ الحلو. يسلموا هالبؤ الحلو عاشد. حياتي هاي صغيره ما حافظه شيء. اي حافظه شيء. تعاي حياتي، تعاي. شو اسمك؟ اي تعاي حياتي، تعاي 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 حبيبتي تعاي. ها اوقف الصف ماما، اوقف الصف ماما. ها يلا قولي. ما تستحي. اي نام قدام الكاميرا يا خاله. تحافظ اوراس. اوكي سؤالك العم. عصب يا حياتي، ربي يحفظه ان شاء الله. تحياتي لك، شكرا مشاركتك، شكرا اخواتي العزيزات، شكرا جزيلا. تعي حياتي.